السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، يعطيكم العافية شباب، معكم عيدان بعيدان. اليوم راح نبلش أول أنبوكسينج في اليوتيوب بقناتي إن شاء الله، فالقطعة راح تكون من تسومي. دراغون بول، نابا وجوكو. القطعة وايد حلوة عجيبة، صار لها فترة عندي بس توني أسويها أنبوكسينج، حيل حيل متحمس. طبعا نابا عجيب، أحبه وايد وايد ضحك بس للأسف ما طول وجوكو طبعا، فنبلش إن شاء الله نسوي لهم بوكسك. من أصل 4000 ميتسون ما يتبطل، تربط عدل لا زين نايس، كنا هدية بيز. طبعا كرتون واحد هو هذا الشعار، هذا البليتة جوكو نابا، هذا ريول جوكو، ريول نابا هذه، هذه ريول نابا الثانية، هذه ايده ثقيل. هذا على شكل كرة عجيبة، تركب على ديتيلز مو طبيعي، التكستشر اللي على اللبس، العضلات، الجوتي، الشيدنج، الالوان، شيء مو طبيعي، وايد حبيته حبيته شغلته وايد مرة. عجيب، شوفوا شكله كله نبقى وايد شكله مضبوط وايد. طبعا هنا الايد تركب شيء مو طبيعي مو طبيعي.
طبعا كاهو الفقرة ركبتها خلصت البريو 360 طبعا هني طول اول شيء دراجون بول برناطيس طبعا دراجون بول زي انا ما ادري كل ما اشوف الفقرة او كل ما اشتري فقرة اتوقع اكبر من يعني حجمه يكون اكبر من ما اتوقع دائما يكون بالنسبة لي اشوفه صغير بس لا عجيب عجيب حجمه جميل حجمه جيد جيد تفاصيل نارية نارية هذا اول فقرة حق تسومي ابدا اول فقرة حق تسومي ابدا This is stupid. I can't believe I have to turn over your execution to Vegeta. But orders are orders. Vegeta will finish you off. Still, I can't just walk away without destroying someone. Gohan, Krillin, I gotta move. I'm not gonna make it in time. He won't be able to fight anymore. Take your injured friend and leave this planet. Just go back to where you came from right now. What did I just witness? For just a split second, his speed and power skyrocketed.